نذكر أنه البحث المعمق هذا الدراسة صادرة بتاريخ 15 جانفي 23 24 عندنا نهارين. نحن بصدد تلاوة تقرير بحث معمق عنده نهارين، وفي مطول وفيه برشة عديد يعني المكافحات والشهادات. يقول لك سنة 23 عام الفارط بحسب معطيات وثقها موقع الكتيبة، تعرض العديد من الشخصيات ذائعة الصيت خاصة في مجال ريادة الأعمال إلى المنع من السفر دون قرار قضائي، في سياق ما يعتبره أنصار الرئيس سعيد حملة مكافحة الفساد وتفعيل المحاسبة ضد الذين تورطوا في قضايا مالية والذين استفادوا سياسيا من حكم الرئيس الأسبق زين عبد بن علي ومن العشرين الماضية قبل منعطف ما يعتبرون تصحيحا للمسار بعد 25 جويلة. أعطيك بعض الأرقام فعلا اللي مخيفة يا عبد العزيز. تفيد مصادر متقاطعة أن عدد الممنوعين من السفر في تونس تجاوز 25,000 حالة. ثم ممنوعين بقرارات قضائية دون اعتبار الذين غادروا البلاد واختاروا المنفى الاختياري في الخارج. هذا الرقم رفضت وزارة الداخلية التعليق عليه خلال المراسلة اللي رسلون فيه. يحكوا كذلك على فصل 24 مرسوم 54، وفصل 24 مرسوم مكافحة الإجراء المتصل بأنظمة المعلومات والاتصال. حكوا على سجن زملاء الصحفيين، السجن الصغير السجن الكبير، حالة متاع كذلك السياسية شيماء عيسى عضو جبهة الخلاص الوطني، كيفاش خرجت يعني ممنوعة من الظهور في الأماكن العامة من التواصل مع الإعلام. حكوا على أعداد وأرقام ذكرتها نقابة الصحفيين عام 23 قرابة 210 اعتداء طال الصحفيين. رأوا هذا ليس تخصيص، ولكن إذا كان تعرف 210 صحفيين، وهذا ما أشار إليه زميلنا مراد عفوا زياد الهاني في الأيام الأخيرة وقت تم الاحتفاظ به، قال فوجئت بالكم الكبير بتاع الشباب الموقوفين، ربما الصحفيين والشخصيات العامة يسمع بها الرأي العام على الأقل، ولكن كم من مدون وكم من شاب مجرد تعليق يراها مجرد سخرية، حتى في المجال الرياضي وغيره يجد نفسه بين عشية وضحاها بين القربان. كذلك قلنا حكينا مرسوم 54 سيف السلطة المسلط على رقاب النشطاء. حكوا على اختراق وضرب للمجتمع المدني، في الحقيقة أنصحكم بالاطلاع عليه، دراسة مهمة جدا كما قلت الكاتب محمد اليوسفي زميلنا الصحفي، مهم جدا. جمهورية الخوف كيف تحول تونس إلى سجن كبير. هذا يقودنا سعد عزيز، هذا المنعطف إذا كان ضرب في سنتين اثنتين ونصف، السلطة تقول أنها تملك الشعبية وتملك مباركة للمسارات التي اتخذتها التي أتت على الدستور وعلى المؤسسات الديمقراطية. إذا كنت تمتلك الحجة على إدانة ما تسميهم هم فاسدين، وتعرف أكثر من قضية الآن قضية التآمر عام الدولة شخصيات سياسية وثم قضايا جديدة، ما الذي يدفع السلطة إلى هذه الهجمة على كل مكونات المجتمع المدني، قضاة صحفيين منع من السفر؟ الظلم خلينا نقول والقهر والتعسف والتجاوزات مست قطاعات متعددة، أغلب قطاعات المجتمع، مست الحقوقيين، مست الصحفيين، مست المحامين، مست القضاة، مست رجال الإعلام، مست رجال المال والأعمال. يعني هناك شهادات من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وشهادات لجمعية لنقابة الصحفيين، وشهادات متعددة في هذا المقال. هناك أعداد كبيرة هاجرت البلاد هجرة طوعية، يعني خوفا من حقهم من ظلم واضطهاد. هذه الوضعية يعني نقول في النهاية ماذا يوجد في الدولة، ماذا يوجد في البلاد، ما الذي بقي في البلاد من تلك هذه؟ كان كل الناس خارجين وكل الناس مضطهدين وكل الناس ممنوعين، وشباب عديد من الشباب ممنوعين من السفر، عديد من الناس ممنوعين من التنقل، عديد من الناس ممنوعين من حقوقهم، القضاء، حقوق الإنسان. 25,000 كما قلت ما يعني هذا غادر، يعني هنالك تفكيك للبنية الاقتصادية والاجتماعية وتجريف للبلد. كل من يراه في تقديره، من يراه أنه هذا باش يصنع شيء في المستقبل، هو واهم في الواقع، خطأ، يجب أن يراجع روحه بشكل عقلاني.
مش ممكن، لأنه هذه تهرئة، فعلا تهرئة للقاعدة الاجتماعية والسياسية للبلاد، والقاعدة الاقتصادية أيضا. ما الذي يتبقى إذا كان رجال الأعمال خائفون أما يفرون طوعية أو يقع ارتهابهم وإيقافهم ومنعهم من السفر؟ كيف ستدور عجلة الاقتصاد وعجلة الإنتاج؟ كيف ستدور؟ ستوقف كل شيء. عنده تداعيات على الاستثمار، مناخات الاستثمار؟ سيتوقف. نعم، كل شيء سيتوقف. نعم. يعني ما تبقى؟ في النهاية الرهان الانتخابي هنا، رهان القاعدة الانتخابية هنا يزيد شعبية، هو رهان خاطئ ورهان واهم. نعم. واهم، لأنه تعدوا إلى اهتراء السياسة، اهتراء السياسة في البلد، واهتراء حتى المعنى الانتخابي سيهتري، واللي ما عاد عنده ما عاد عنده معنى. لأنه سيفرض الأمر الواقع بالبراسيم، يفرض بالقوة ويفرض بالخوف. وهذا لا 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 يشرف يعني جمهوريتنا، النظام الجمهوري والنظام الديمقراطي الذي يجب أن يتواضع عليه كل الناس وكل أطراف تتواضع عليه، وأن ترجع عقلانية للسيادة في تونس، ترجع لعقلانية من هذا الاهتزاز وهذه الهشاشة اللي نعم.